تابعتي، مش عارف بقى يعني هيبقى الإجابة ولا برضو الخناقات اللي بتطلع كده بدون مبرر، تكوين وتنوير وتكوين وتحصين هل التوقيت ده الحقيقة ان انا ما يعني يعني شايفة ان احنا في يعني احنا في هم اكبر بكتير، وكمية التراشق خلتني ما تابعتش للاخر بصراحة، لان لقيت تراشق راح في حتة تانية خالص؟ مش مفهوم. بالتأكيد انا مع ان كل حد يعبر عن وجهة نظره، ومش من حق حد انه يحجر على رأي حد، وانا جدا 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 مع التجديد، تجديد في الخطاب الديني والتجديد في الخطاب السياسي والتجديد في الخطاب الفني، مع كل تجديد ومع كل تطوير مع ده جدا. لكن انا مش من حقي ولا كفر حد ولا حد يكفرني، يعني ده بشكل عام انا بقول لحضرتك بشكل عام. بس هو زي ما حضرتك قلت مش توقيت الحقيقة خالص، مش وقته، يعني مش وقته، في مش حاجات وقته تانية أعتقد أهم، يعني حتى الناس في الشارع ما هو بشكل آخر يعني. سيبك من الناس اللي في الشارع، احنا كلنا هم يعني ربنا يستر علينا وعلى البلد ان احنا نعدي العثرة الكبيرة اللي احنا فيها دي. احنا في دم يعني بيراق يعني على بعد خطوة ونص، يعني فمش وقته. حتى الحوار المفروض اللي هو بين المثقفين تحول لخناقة. طب انا هسمعك ازاي وانت بتتكلم بالطريقه دي يعني مع واحد اختلف معاك يعني؟ يعني بالظبط وانتوا كمان مش عارفين ترتقوا بالحوار. بالظبط. حضرتك وخارجه من بيت قائم على الكتابه، ما رحتيش للكتابه؟ رحت طبعا واوقات اروح كده وبتاع، لكن بعيدا عن الاحتراف، يعني حاجه كده زي هوايه كده خاصه يعني. ما فكرتش تخليها للاحتراف لا شوية؟ لا 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 كتابة، لا سواء كتابة صحيحة وحتى في التأليف يعني، زي مثلا الأستاذة نادية رشاد ما هي بتكتب و... لا، ما انا ما كانش عندي الجرأة دي الحقيقه. مكتفية بيها بس هواية. ايوه. لو حبينا نلخص صفاء التوقيت بجملة أو سلوجان تقوليها زي ما بنعمل كده أحيانا، إيه رسم الشخصية، مين هي صفاء التوقيت؟ لا صعبة أوي دي. لا خالص ليه؟ لا والله صعبة. لا ما أعرفش، لا ما أعرفش خالص، والله ما أعرفش خالص يعني. جملة أو حكمة دايما بتيجي في بالك تفتكريها زي ما افتكرتي مقولة أستاذنا وسام الله وكاشة كده؟ لا مش عارفة، صعبة أوي الأستاذ السؤال ده يا أستاذ جمال. لا صعبة أوي، ما أعرفش والله. لا والله ما أعرفش، ما أعرفش بجد. مفيش حكمة بتيجي في بالك كده أو جملة بتحفظيها أو بتلاقي نفسك بترديها من وقت لآخر؟ لا يعني حابة بقول كلام يعني مش عشان أجاوب عليك وخلاص، بس ده مش حقيقي يعني، مش عارفة. لا ما عمري ما فكرت على فكرة أحاول أختصرني في جملة أو كده، ما طب فكري فيها وأخدها منك بعد كده. إن شاء الله. شرفتينا ونورتينا، شكرا حاولت شكرا. نخش أرهقك وأطول لا عليكي، إطلاقا، بالعكس نورتينا أسعدتني. وشرفتيني الله أستاذ. يخليك، الله يخليك، شرفتني يا أستاذ، شرفتني. خلصت حلقتنا، استنونا ونجم جديد.